كراسي ابدا. يقول لك اللعيب في الملعب واقف على رجله، انا كمان ابقى واقف على رجلي في المدرجات. كرة تتلعب مرة تانية، خالد عبد الفتاح، لكن عمرو السيسي يفتح اللعب ناحية شمال عند عبد الكبير الوادي، يحاول يعدي ايبا، ايبا ارنولد، ايبا ارنولد، ايبا ارنولد، ايبا، وتسديدة، هدف اول، هدف اول لصالح فريق مودرن سبورت بمجهود فردي لوحده تماما، اعتمد على نفسه ارنولد ايبا وصدق نفسه وعدى من واحد، عدى من الثاني وسدد في الضيقة، هدف لصالح نادي مودرن سبورت. وادي لحظة الوفاء، لحظة الوفاء للاعبي مودرن سبورت. وادي الشناوي، تسديدة كانت ارضية في الزاوية الضيقة، هدف اول لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 26. مش قلت لكم مباراة تحمل كل الاحتمالات؟ لان الرغبة موجودة عند الفريقين ان يقدموا كرة حلوة، ان يبختوا بالهجوم. بدأ نادي مودرن سبورت، ومن ناحية الشمال اللي نازل مركز عليها الكابتن طلعت يوسف، ادي ارنولد ايبا، بص عدى من مين؟ عدى من امام وعدى من اكرم، وادي كمان رامي، وقدامه محمد عبد المنعم، والتسديد، بص الاسماء اللي انا بقولها، بص الاسماء اللي انا بقولها، اللي عدى منهم ارنولد ايبا، والتسديدة في الشناوي على يمينه، هدف اول لصالح فريق مودرن سبورت. اختلف مع الكابتن طلعت يوسف ارنولد ايبا، مسجل اربع اهداف من قبل، ثلاثة منهم مع الكابتن طلعت يوسف، وادي الهدف الخامس ليه في دوري نايل، فكرة سجل خمس اهداف. فاول قفشة هو اللي هيلعبها، محمد مجدي قفشة على تنفيذ الفاول لصالح النادي الاهلي. تتلعب الكرة العرضية، وادي الرأسية، وامام عاشور يسجل، امام عاشور يسجل ويرفض الاحتفال ويقول للعيبة الاهلي ارجعوا مرة تانية، لسه المهمة ما خلصتش، تتلعب على القائم الاول. اسيست من قفشة والرأسية من امام عاشور في نفس الزاوية الضيقة، ايبا يسجل في الضيقة وعاشور يتعادل في الضيقة برضه، 1-1. لعبت حلوة قوي من قفشة واستغلال للكور الثابتة، بيلعب السهل الممتنع. وادي امام عاشور متنرفز، بقول لحضراتكم مش في مستواه، يرد عليا ويسجل هدف من راسيه، ولكن قفشه لعبها له دواء على القائم الاول. بص التوجيه، بص التوجيه، دي شومه في المرمى، شومه في المرمى من امام عاشور، يسبق ويحطها يركنها ركنه معلم على شمال محمود حمدي في الدقيقه ال 45، في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي. هو ده توقيت الاهلي، هو في اخر الدقائق الاهلي بيستغل ان المنافس ممكن يسرق، اي فريق الاهلي بيستغل الوقت ده كويس، واستغلال للكور الثابته، واستغلال لتمريرات قفشه، السهل الممتنع، السهل الممتنع قفشه، يلعب الكره العرضيه وصالح الاهلي الركنيه من المره دي من ناحيه الشمال، واللي هيلعبها رضا سليم. رضا سليم هيلعب الضربه الركنيه في ضغط اهلاوي كبير، ربع ساعة اهلاوية، ربع ساعة بطبع النادي الاهلي. وادي الرأسية، تاوي يسجل من اول لمسة، مش من اول همسة، دي من اول لمسة بيرسي تاوي يسجل من رأسية الاثنين، رضا سليم يعمل اسيست وبيرسي تاوي. طب كنت شايلهم فين يا راجل؟ كنت شايلهم فين يا كولر؟ الاثنين نزلوا، واحد يعمل اسيست وواحد يعمل رأسية ويسجل بفينش رائع، ده لو كولر قايل لهم انزلوا اعملوا كده مش هيعملوا كده. يلعب العرضية رضا سليم ويسجل بيرسي تاو من رأسية، سادس أهدافه مع النادي الأهلي هذا الموسم، سجل الخمس أهداف بالقدم اليسرى، والأهلي برأسياته يسجل ثنائية، رأسية إمام عاشور ورأسية اللاعب بيرسي تاو. تتلعب العرضية، وادي بيرسي تاو من وسط اتنين، من وسط اتنين يسرقها، يسرقها، ادي العرضية وادي من وسط اتنين، ما عملش الجامب ده انزل لها، ده ما عملش الجامب لفوق، ده انزل لها لتحت وركنها ركنه معلم على شمال الحارس محمود حمدي علشان يتقدم النادي الاهلي 2-1. التاو في الدقيقه 62 يسجل، هدف التقدم لصالح النادي الاهلي 2-1.